حاتم الهادي الجيلوشي، منسق إعلامي متعاون مع معهد التخطيط. طبعا هذا المعرض كانت البداية فكرة قدمناها للسيد مدير عام معهد التخطيط ورئيس لجنة المستدامة من شهر 12 فات، إن نديروا معرض للتعليم والتدريب حسب ما شفنا فيما قبل 3 سنوات. كان في مقيم في فندق المهاري نفس الشيء، ولكن كان المكان ضيق وكان العدد بسيط، بس احنا درنا رؤية أنا والسيد رضا بوسيف مدير مكتب التدريب معهد التخطيط، قدمنا مقترح إلى مدير معهد التخطيط وكان قابل للوافق وحصل القبول منه، وتمت البحث عن الشركة المنفذة وتمت التوجيه الدعوات، والحمد لله من شهر 12 إلى 1 إلى الآن 5 شهور وإحنا نشتغل عليه وربك وفق. واليوم اللي كان أمس مقترح اليوم تم تنفيذه على أرض الواقع، واخترنا كلية الهندسة لأن المكان هو البيت التدريب، أحد البيوت الرئيسية للتدريب وللطلبة، يجمع أكبر ناس وأكبر شركات بحكم المساحة، ومسموح لكل الزوار، معناتها مش حد وقت معين وإلا كذا، معناتها يقدر سواء الطلبة أكثر، إحنا الفرصة للطلبة والباحثين عن عمل على والفسح المجال للشركات التدريب الخاصة المعتمدة لدى وزارة العمل ووزارة التعليم اللي تقدر تقدم دورات تدريبية واللي كذا. ويشمل هذا المعرض طبعا منتدى علمي في ورش عمل ودورات منح مجانية من بعض الشركات المشاركة، ونتمنى أن بإذن الله يستمر في السنوات على مدى السنوات، مش موسم واحد ويوقف، والتوفيق للجميع. شركة القلم الأول التعليم والتدريب. نعرفكم بنفسي، أنا يعني مدير مشروعات التدريب بشركة دار الفكر، شركة ليبية خاصة تهتم بمجال التدريب والتعليم. طبعا احنا نتكلم على فرصة جيدة جدا ومبادرة طيبة من قبل القائمين على هذا البرنامج أو المعرض، فكرة جيدة في التوقيت المناسب أن يطلع سواء المهتمين بالمجال وإلا من طلبة من أعضاء تدريس من مثلا عاملين بالمجال نفسه، أن يكونوا يعني يلتقوا على أرض واحدة بمختلف الأفكار والإمكانيات التي تسخر لأجل بناء المجتمع الليبي في الوقت المناسب. وإحنا الآن في حاجة ماسة جدا لإحداث التغيير الثقافي في البلد حتى نحقق أهدافنا اللي إحنا نسعى لها من فترة طويلة. افتتح أمس فعاليات هذا المعرض داخل جامعة طرابلس كلية الهندسة، طبعا أقيمت على جانب هذا المعرض الافتتاحية والعديد من المحاضرات معهد التخطيط والسادة الضيوف طبعا من وزارة التعليم العالي ومن كبار الشخصيات. مشاركتنا احنا كمركز الليبي الامريكي في هذا المعرض، للتعريف بالمركز الليبي الامريكي والدورات التي يقيمها او يشرف عليها وينظمها، طبعا يعتبر هذا المركز نقدر نقوله يعني الانطلاقة او البدايات يعني كانت ليه من فترة، بس توا في الوضعية أو في الظروف اللي احنا محتاجين إن احنا نطوروا فيها أنفسنا، محتاجين فيها إن احنا نعرفوا بالإتيكيت ومحتاجين نعرفوا بالدبلوماسية وبالأساسيات وبالقواعد الأساسية. طبعا أقيمت عدة دورات، أقيمت عدة ماجستيرات، وكنت أنا من ضمن اللي أخذوا طبعا ماجستير اللي هو طبعا في العلوم السياسية والدبلوماسية.
فطبعا يختص هذا المركز اللي هو طبعا بالتطوير، هو فعاليات المعرض يعني التدريب والتعليم والتطوير، فهذا اللي بيساعد في التنمية المستدامة. احنا التارجت بتاعنا من هذا المعرض اللي هو طبعا المشاركة فعاليات اللي هي التنمية المستدامة اللي تساعد في التطوير وفي التعليم. خلود الشريف، مدير مكتب معلومات والتوثيق بكلية طرابلس العلوم الطبية. نحن كلية طرابلس العلوم الطبية، هذه المشاركة الأولى لنا في معرض ليبيا للتعليم والتدريب الذي أقيم بجامعة طرابلس بمناسبة تأسيس ذكرى كلية الهندسة. نحن في كلية طرابلس العلوم الطبية نقدم مجموعة من التخصصات الطبية، وهي تشمل قسم العلوم الصيدلانية وقسم المختبرات الطبية. نتشرف بحضوركم في جناح معرض ليبيا للتعليم والتدريب، وكما نقدم خدمات داخل جناحنا في تتمثل في قسم المختبرات الطبية، وهي تحليل الفصيلة، أيضا شرح كامل على المجسمات والتحاليل الطبية. أيضا لدينا قسم الصيدلة والذي يلخص في نشاطه قياس جهاز السكري وقياس أيضا جهاز الضغط.